السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فإن من أعظم الأصول المهمة في دين الإسلام تحقيق الإخلاص لله جل وعلا في جميع العبادات. قال بعضهم: الإخلاص هو ألا تطلب على عملك شاهدًا غير الله ولا مجاز سواه. والإخلاص هو حقيقة الدين، وهو مفتاح دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال تعالى: قل الله أعبد مخلصا له ديني. وقال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض: أخلصه وأصوبه. وقال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، فلا بد أن يكون خالصا صوابا، والصواب ما كان على السنة، والخالص ما كان لله. قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. قال أبو العالية: أوصاهم بالإخلاص في عبادته، والإخلاص أعظم أعمال القلوب. قال ابن القيم رحمه الله: ومن تأمل الشريعة ومواردها ومصادرها علم ارتباط أعمال الجوارح بأعمال القلوب، وأنها لا تنفع بدونها، وأن عبودية القلب أفرض من عبودية الجوارح. وإلا فما الذي يميز المؤمن عن المنافق إلا بما في قلب كل واحد منهما من الأعمال التي ميزت بينهما؟ وعبودية القلب أفرض وأكثر، وهي واجبة في كل وقت انتهى. وقال أيضا في موضع آخر: ولو نفع العلم بلا عمل لما ذم الله جل وعلا أحبار أهل الكتاب. اليهود عندهم علم ولكن لم يعملوا، ولو نفع العمل بغير إخلاص لما ذم الله جل وعلا المنافقين. انتهى كلامه. المنافقون يصلون ويجاهدون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا تنفعهم أعمالهم لأنها ليست خالصة لوجه الله. أيها الإخوة الأفاضل، العمل لا يقبل إلا بشرطين. الشرط الأول أن يكون هذا العمل وفق كتاب الله جل وعلا أو ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ثانيا، أن يكون هذا العمل خالصا لوجه الله تعالى، لما جاء في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ومصداق ذلك في كتاب الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والإخلاص هو الأساس في قبول الدعاء. قال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. بل إن فقدان الإخلاص سبب لرد العمل. ولنتأمل في هذا الحديث الذي تنخلع منه القلوب وتشيب منه الرؤوس وتقشعر منه الأبدان. هذا الحديث مخيف جدا. رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال:
إن أول رجل يقضى عليه يوم القيامة أرجل استشهد. والشهادة كما نعلم جميعا من أرفع المنازل، فأوتي به فعرفه نعمه عليه. قال: فماذا عملت فيها؟ قال: يا رب قاتلت فيك حتى استشهد. فيقول الله عز وجل: كذبت، إنما قاتلت ليقال جريء، أي شجاع، فقد قيل أردت السمعة وحصلت عليها. فأمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ثم يؤتى بآخر فعرفه الله عز وجل نعمه عليه. قال: فماذا عملت فيها؟ قال: قرأت فيك القرآن وتعلمت فيك العلم. فيقول الله عز وجل: كذبت، إنما قرأت ليقال قارئ، وتعلمت العلم ليقال عالم، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ثم يؤتى بالثالث رجل عرفه الله نعمه عليه. قال: فماذا عملت فيها؟ قال: يا رب ما تركت من طريق تحب أن ينفق لك فيها إلا وأنفقت. فيقول الله عز وجل: كذبت، إنما أنفقت ليقال جواد، أي كريم، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. هذا الحديث الشريف لما قرئ على معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه بكى بكاء شديدا. فلما فاق قال: صدق الله ورسوله، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وفي سنة النسائي من حديث أبي أمامة الباهلي أن رجلاً جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا نبي الله، أرأيت الرجل غزا يلتمس الذكر والأجر، يجمع بين الأمرين الأجر والذكر عند الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. فعاد عليه مرة أخرى فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا شيء له، إن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً وابتغي به وجهه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن كان له ورد مشروع من قيام ليل أو صلاة ضحى فلا يتركها بل يفعلها ولو كان بين الناس، إذا علم الله عز وجل أنه يفعلها سرا مع اجتهاده في الإخلاص والبعد عن مفسدات الإخلاص من الرياء وما أشبه ذلك. انتهى كلامه. قيل لسهل: التستري، أي شيء أشد على النفس؟ قال: الإخلاص، لأنه ليس لها فيه نصيب. وقال سفيان الثوري: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، إنها تتقلب علي. الخلاصة أن الإخلاص لله جل وعلا وابتغاء وجهه هو رأس مال العبد، وهو أو هي حياته وسعادته، بل لا فلاح ولا صلاح ولا سعادة إلا بهذا الإخلاص. فمن أجله خلق وبه أمر، ومن أجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، ومن كان لله كان الله له حيث يكون. انتهى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم لقائك، اللهم اختم بالصالحات آجالنا، اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد.